أحييكم سيداتي وسادتي من التلفزيون الإسرائيلي في أورشليم القدس، إليكم موجز الأنباء. رئيس الوزراء إسحاق شمير ووزير الخارجية شيمون بيريس يعربان اليوم عن قلقهما من إمكانية تزود سوريا بصواريخ أرض صينية مطورة من طراز M9، والسيد شمير يقول إنه ينظر بخطورة إلى مساعي سوريا المستمرة للتزود بالأسلحة المطورة. أعلن اليوم أحمد ماهر رئيس الدائرة القانونية في وزارة الخارجية المصرية أن مصر على استعداد للتباحث مع إسرائيل للوصول إلى تسوية بشأن طابة، إلا أنها ترفض تعليق إجراءات لجنة التحكيم الدولية لإصدار قرار التحكيم. الشرطة تحقق في ملابسات حادث قتل إيلي كوهين من سكان القرية التعاونية شكف بالقرب من مدينة كريات جات، واعتقال حوالي 20 مشبوها على ذمة التحقيق، وقوات الأمن تعتقد بأن الحادث وقع على خلفية تخريبية. وقوع انفجار نتيجة تسرب غاز بعد ظهر اليوم في أحد المطاعم بمدينة هرتسلية يؤدي إلى انهيار طابقين في المبنى وإصابة 13 شخصا بجروح. تقدم ما تحققه المفاوضات التي جرت اليوم بين ممثلي عن وزارة المالية والهيستدروت والنقابات المهنية حول اتفاقيات الأجور في القطاع العام. الليفتنانت جنرال هنري نمفي قائد جيش هايتي المعزول يتسلم زمام الحكم في الجزيرة بعد انقلاب قام به الموالون له في الجيش وألقوا القبض على الرئيس ليساي مانيغات بعد حكم مدني دام 4 أشهر فقط. كان هذا موجز الأنباء، الأنباء المفصلة والمصورة نوافيكم بها في 7:30. مشاهدي الكرام مساء الخير وأهلا بكم في لقائنا اليومي مع فترتنا العربية. بعد قليل نقدم الرياضة في أسبوع، وفي 7:30 الأخبار المصورة. ضمن الفترة العبرية نعرض في 8 المسلسل فويد، وفي 11:05 محققون في الليل. سيداتي سادتي أحلى الأوقات أرجوها لكم معنا. سيداتي سادتي تحية عطرة من استوديو الرياضة في أسبوع، ونحن حول الملاعب الرياضية المحلية والعالمية. تعتبر بطولة العالم في سباق القوارب من نوع المتزلج الهوائي والجارية حاليا في حيفا آخر البطولات في هذا الفرع الرياضي قبل الدورة الأولمبية القادمة في سيئول. عن هذه البطولة تغيب علي حمادة من عكا والمرشح لتمثيل الدولة في بطولة العالم للجامعيين. فريق مكابي كفر قاسم بكرة القدم صعد إلى مستوى فرق الدرجة الثانية بعد أن اجتاز المباريات الاختبارية بنجاح. أما فرق مكابي ترعان، هبوعيل درحنة وهبوعيل كفر كنة فما زالوا يتصارعون في نطاق المباريات الاختبارية في المنطقة الشمالية. نادي بلدية الرملة يحقق إنجازات هذا الموسم بعد أن فاز 7 من مصارعيه ببطولات الأوزان المختلفة في المصارعة اليونانية الرومية. وعلى الصعيد الدولي ما زالت بطولة الأمم الأوروبية تحتل عناوين الصحف الرياضية، وبخاصة هداف البطولة حتى الآن الهولندي ماركو فان باستن. في لندن بدأت اليوم بطولة ويمبلدون الدولية في لعبة التنس الأرضي. وفي الولايات المتحدة يفوز فريق لوس أنجلوس ليكرز بكرة السلة في المباراة 6 ويتعادل مع فريق ديترويت في عدد المباريات النهائية الحاسمة لهذه البطولة. نبدأ بسباق القوارب. بعد بطولة العالم في سباق القوارب الشراعية من نوع 470 والتي جرت في حيفا قبل 3 أشهر، تجري اليوم في نفس المكان بطولة العالم للقوارب من نوع المتزلج الهوائي على الطراز الأولمبي. يشترك في البطولة أبطال دوليون أمثال ناجي بطل العالم الفرنسي في السنوات 4 الماضية. بلدية حيفا التي نظمت بالاشتراك مع اتحاد القوارب الشراعية هذه البطولة عملت جاهدة لنجاحها.
وتسعى البلدية في تخطيطها المستقبلي جعل شاطئ حيفا مركزا دوليا لبطولات من هذا النوع. أما بالنسبة للمباريات فشهد اليوم الأول رياحا قوية ساعدت على نجاح السباق، واليوم خفت الرياح وصعبت المهمة على المتسابقين. وبعد مباريات اليوم الثاني يواصل المتسابق الفرنسي هيرف بيجيلان رقم 884 والذي حاز على المرتبة الخامسة اليوم، يواصل هذا الرياضي تصدر جميع المتسابقين في المجموع الكلي. هذا ووصل اليوم أصغر المتسابقين سنا الإسرائيلي عميت عينبار في طليعة المتسابقين الإسرائيليين، إلا أنه في المجموع الكلي يأتي في المرتبة 46. وكان غياب الرياضي علي حماد العكاوي بطل الجامعيين الإسرائيليين في رياضة المتزلج الهوائي حديث المسؤولين عن هذا الفرع الرياضي، إذ أنه كان بإمكانه تسجيل نتائج طيبة. أمامكم مشاهد من هذه البطولة في يومها الثاني. تم اختيار المتزلج الهوائي علي حمادة ابن عكا ليمثل البلاد في بطولة العالم للجامعيين التي ستقام في إيطاليا بعد شهرين تقريبا. لذا فقد بدأ علي الاستعدادات من اليوم ليكون في أتم لياقة أثناء البطولة. عن علي حمادة وعن رياضة الفريدة من نوعها ومدى استعداده للبطولات القادمة إليكم التقرير التالي. في مثل هذه الأيام الحارة عندما يطرق الكثيرون شواطئ البحر للاستجمام والراحة ولممارسة هواية السباحة، نجد إنسانا في ريعان شبابه يركب أمواج البحر عبر متزلج شراعي أو قل متزلج هوائي، لا ليمارس هواية دخلت عقله وقلبه منذ 9 سنين، بل ليتدرب استعدادا لخوض البطولات. إنه الشاب علي حمادي. وبين الجميلات الفاتنات اللواتي يملأن الشواطئ للسباحة أو لتغيير لون الجسم بحرارة الشمس أو حتى لممارسة هواية التزلج، ينطلق الشاب العكي علي حمادي يصارع أمواج البحر العاتية مستعينا بالهواء وبمتزلج مركب من قطعتين أساسيتين. متزلج مركب من قسمين، هو حسكي اللي بوقف عليها والقماش اللي بمساعدته نمشي مشي المتزلج. والحبل هذا اللي بنشوفه في النص ليش هو؟ الحبل هذا مساعد للايدين، بنحط فيه عنا هون الشاط هذا، بنحط الحبل فيه بتساعدنا شوي تخفف عن الايدين. ليش الاشاط هذا بضلك لابسه؟ قلت لك بنحاول نساعد الايدين فيه. طب بنشوف في جسم القارب من تحت في خشبي كمان، في سفين ناسفين. وظيفتنا اول شيء انه الحسكة نفسها ما تنزلش من الريح، اذا لا ماشي دغري باتجاه الدغري. ويبلغ علي حمادة 25 عاما ويعمل مدرسا للرياضة البدنية في مدرسة تيراسانتا في عكا القديمة. بدأ علي ممارسة هوايته كما ذكرنا منذ 9 سنين، ولما كان يسكن على مقربة من شاطئ البحر كان يكثر من زيارته
وهو فتى في أول عمره يقضي أوقات فراغه هنا. وبعد أن أتقن السباحة بفنونها أراد أن يفعل شيئا جديدا في البحر. ولما كان والده يصنع أنواع من القوارب البحرية كان طريق استعمال أنواع معينة منها قصيرا جدا بالنسبة لعلي حمادة. قديش لك بتمارس رياضة التزلج الشراعي علي؟ 9 سنوات. 9 سنوات وانت في البحر؟ 9 سنوات انا بالبحر. شو اللي بيدفعك انك تمارس هالرياضة؟ خلاص هواية عندي، هواية داخل دم صار. ربما عشانك ساكن قريب من البحر مثلا؟ قريب اول شيء من البحر، احنا بنبني سفن، نصنع السفن قريب كثير لهذا الموضوع. في زملاء لك اصحابك بمارسوا هالرياضة ولا انت وحيد من نوعك هون في عكا؟ بعكا في كمان 2، اما بعدين بالبداية. مش بنفس مستواك؟ بعد نفس المستوى. رح نفتح دورة لتدريب المتزلج الهوائي والسفن الشراعية عن طريق نادي بعكا، نادي السندروت، خلال شهر إن شاء الله. وهكذا بدأ واستهوته التجربة فمارس هوايته وبصورة مكثفة وأصبح متزلجا معروفا. اشترك في عدة بطولات محلية ودولية إلا أنه لم يمثل البلاد في الخارج. كانت آخر البطولات الدولية في الصيف الماضي في إيلات وفاز ببطولتها. وأثناء دراسته في معهد وينغيت اشترك في بطولات المعاهد العليا وفاز ببطولتها 5 مرات متتالية. ومنذ أيام وصله بلاغ من اتحاد الرياضة الأكاديمية أنه اختير ليمثل البلاد في بطولة العالم لطلاب الجامعات والتي ستقام في إيطاليا. ليش عم تتدرب اليوم؟ تدرب لبطولة العالم اللي راح تصير بإيطاليا. بطولة العالم ليش؟ للطلاب الجامعيين. انت اختاروك انك تمثل البلاد فيها؟ اختاروني بستة شهر 1988 اختاروني عشان امثل دولة اسرائيل في إيطاليا. كيف تم الاختيار؟ بعد بطولة اسرائيل للطلاب الجامعيين اللي عقدت في 2/5/1988 الطبرية. كنت في المسابقة وفزت بالمرتبة الأولى، على هذا الأساس اختاروني إنه أمثل الدولة في إيطاليا بطولة العالم. أي رياضة علي ما لهاش كثير هواة أو متفرجين وبتعتمد على القوة الشخصية للبني آدم نفسه، هذا الإشي ما بدفعكاش نوع من الملل أو اليأس إنك تمارس هاي الرياضة؟ في نوع من الملل لما أنت تتمرن يوم يوم لحالك البحر زي حدا غيرك، كمان في نوع ملل، أما إشي ثاني إنه أنت بعيد عن الناس. يعني انت لحالك تتدرب، فيش حدا يقول لك ايش تساوي، زي كرة القدم الاول بعد يسبوا المسبات والمشاغبات اللي بتصير هون بالبحر. لا، رياضة نظيفة خالص. عشان تكون انت دائما مستعد بدنيا لازم تتدرب كل يوم؟ لازم اتدرب لسه كل يوم لحد البطولة، لحد 31/8 لازم اتدرب تدريبات يومية، تدريبات لياقة بدنية وتدريبات على المتزلج الشراعي. كم ساعة تتدرب يومياً؟ يومياً راح يكون تدريب بين 5 إلى 6 ساعات يومياً، بس تدريب على المتزلج الهوائي، إضافة إلى ذلك راح يكون عندنا تدريب اللياقة البدنية. هذه إذن قصة كفاح فردية لبطل رياضي آثر أن يركب مخاطر البحر في نوع جديد من الرياضة بالنسبة لوسطنا العربي، علّه يجلب إليه الكثير من العشاق في المستقبل. وإلى كرة السلة. في المباراة 6 للنهائي بطولة دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين NBA، تمكن فريق لوس أنجلوس ليكرز من موازاة الكفة مع منافسه ديترويت بعد أن فاز عليه بالنتيجة 103-102 ليفرض عليه مباراة 7 يتقرر بعدها بطل موسم 1988. وستقام هذه المباراة بعد غد الأربعاء في 4 صباحا حسب توقيت إسرائيل. وكان فريق ديترويت بحاجة إلى فوز ليحقق البطولة وكان قريبا جدا منها، إذ تقدم بفارق 3 نقاط قبل نهاية المباراة بدقيقة و25 ثانية. وقبل نهاية المباراة 14 ثانية تأخر فريق الليكرز بفارق نقطة، حيث كانت النتيجة 101-102. وهنا سجل العملاق كريم عبد الجبار نقطتي جزاء
ليحقق الفوز للوس أنجلوس ليكرز بنتيجة 103 مقابل 102. أفضل لاعب ديترويت في ديترويت وفي المباراة كان اللاعب توماس الذي أحرز لفريقه 43 نقطة رغم إصابته، منها 31 نقطة في الربع الثاني من المباراة. وماجيك جونسون نجم لوس أنجلوس سجل 22 نقطة منها 11 نقطة في الربع الأخير. في نهاية المباراة قال ماجيك جونسون: لقد كانت هذه أعظم مباريات مرحلة التصفية التي لعبتها. وقد منح هذا الفوز لفريق لوس أنجلوس الفرصة مرة ثانية ليدافع عن لقبه، وسيكون ذلك كما ذكرنا صباح غد الأربعاء بعد غد الأربعاء في الساعة الرابعة. אין לדטרויט פסק זמן, והם חייבים להוציא את הכדור ולהגיע לזריקה. אם הוא היה קולע, אם ביירון סקוט היה קולע שתי הזריקות, הם היו חייבים לקחת זריקה של 3. כרגע מספיק להם, יהיה סל של 2. זה להשמות. אם הוא יקלע. ومن كرة السلة إلى ملاعب كرة القدم في البرتغال. نجح فريق بورتو في الجمع بين بطولتي الدوري والكأس لهذا الموسم، فبعد أن فاز بورتو ببطولة الدوري قبل عدة أسابيع تمكن أمس من الفوز ببطولة الكأس بعد أن تغلب في المباراة النهائية على فريق جيومارش. هذه المشاهد من اللقاء: بورتو يهاجم يسارا، وها هو الهدف الوحيد لصالح بورتو الذي أنهى اللقاء بفوز على جيومارش بنتيجة 1-0. بهذا الفوز كما ذكرنا استحق كأس البرتغال بكرة القدم لهذا الموسم. وما زلنا مع كرة القدم، قرر اتحاد كرة القدم الإسرائيلي استمرار إقامة مباريات الاختبار لفرق الدرجة الثالثة حسب البرنامج الأصلي وبنفس الترتيب كما أعد في البداية. ويفيد مراسلنا جودة عودي أنه على ضوء ذلك فإن مباراة مكابي طرعان وهبوعيل درحنة المرتقبة ستقام في 10:30 من صباح السبت القادم، بينما يلتقي فريق هبوعيل كفركنة مع هبوعيل كريات حييم في 3:00 بعد الظهر. وقد أكد فريق مكابي كفر قاسم صعوده إلى الدرجة الثانية بعد فوزه على متصدر المجموعة مكابي رمت حين بهدف واحد للا شيء ليصبح رصيده 6 نقاط. وستكون المباراة الأخيرة له مع مكابي بيرشيفا مهمة بالنسبة لفريق بيرشيفا فقط. وانتهت مباريات فرق القسم الشمالي جميعها بالتعادل، فتعادل هبوعيل درحنة مع كرمييل بدون أهداف، كما تعادل هبوعيل بيت إليعزر مع كريات حييم بهدف لهدف. والتقى فريقا مكابي ترعان وهبوعيل كفر كنة في مباراة هامة، إليكم أهم الوقائع منها. لحظات ونوافيكم بشريط. ها هو 3000 متفرج تقريبا شاهدوا لقاء مكابي ترعان وهبوعيل كفر كنة على ملعب كريات آتا وسط جو رياضي جميل. نحن في الشوط الأول من المباراة ومكابي طرعان يهاجم إلى اليمين بالقمصان البيضاء. في الدقيقة 5-0 لمكابي طرعان من هدف مبكر لجمال نصار. لم تمضي سوى 5 دقائق والنتيجة 1-1 بعد أن سجل محمد زيدان هدف التعادل لكفر كنة. ولم تتغير النتيجة حتى نهاية المباراة، ليبقى مكابي طرعان في القمة وله 5 نقاط. أبو الياس، بصفتك مدرب هبوعيل كفر كنة، اليوم لعبت المباراة الرابعة قبل الأخيرة والنتيجة 1-1، راضي عنها أنت؟ من ناحية مبدئية أنا اليوم مظبوط راضي عن النتيجة، بالنسبة لي ما خسرتش اليوم. في عندي متبقي اللعبة الخامسة اللي مع هبوعيل كرة خايم، بتأمل إنه أغلب فيها وأصل للدرجة الثانية.
يعني قبل المباراة كنت مستعد توافق على النتيجة اليوم؟ بقدر أقول نص بنص. احتمالات أبو الكفر كنا للوصول للدرجة الثانية؟ موجودة بشكل كبير لأنه كل شيء بتعلق فينا إحنا. بنغلب يوم السبت كفر كنا في الدرجة الثانية. لو قيمنا الفرق اللي لعبت معاكو لغاية إسا، مين بنظرك أقوى الفرق الموجودة من الستة؟ اليوم في خمس فرق، اليوم فكرش في حدا أو من الثاني، كلهم تقريبا مستوى واحد. وأكبر برهان النتائج اللي بتصير قاعدة بالقوة، تعادل أو واحد لهون وواحد لهون، نتائج كلها كمية صغيرة، الفرق بين الجوال. بدناش تعرف شو بصير لديها تسهيل لآخر الوقت. محمد، أنت فريقكم فركان اليوم عدلتوا النتيجة مع مكابي طرعان 1-1، بعد ما عدلتوا النتيجة فكرت أنه ممكن تغلبوا في هاي المباراة؟ بالطبع أنه كنا بنقدر نغلب، وكان لنا فرص كثير اللي نقدر نحط جوال. خاصة فرصة كبيرة كانت لإلك. طبعا الحظ، بفكر الحظ بس. انتوا جيتوا على اللعبة وكان عندكم 3 نقاط، كان مهم لكم طبيعي الفوز في هاي المباراة. احنا بس جايين انه تنغلب باللعبة مش لأي نتيجة ثانية. وتيكو بفكر انه مكابي طرعان طلعوا، بفكر مبروك لهم وان شاء الله احنا على الطريق وراهم. جمال، انتوا بديتوا بداية سريعة اليوم، اول مباراة تقريبا قدمتوا 1-0، كان صعب تفوزوا في لعبة اليوم؟ كان هدفنا الفوز اليوم، كان ممكن نفوز يعني 3-0 مش 1 عشان نجيب تعادل يعني. كانت مباراة قوية من قبل الفريقين، وكنا كمان شدوا حالنا عشان يجيبوا نقطة أو نقطتين ويكونوا في مركز منيح. أما الآن فنتوقف مع بطولة الأمم الأوروبية الثامنة بكرة القدم. منتخبات ألمانيا الاتحادية